ببرج خليفة إلى أهالي العاصمة إلى أبو ظبي، نرفع التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإلى معالي سلطان بن حمدان بن محمد سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، وإلى المضمر أيضا مضمر الوذبة المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري بمناسبة فوز الوذبة وحصولها على برج خليفة في هذا المساء في سن الحول. المحليات وشوط المهجنات ذهب مع شواهين أيضا لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. هذا شوط الزمول، شوط الزمول المحليات الأصايل. جائزة هذا الشوط للمركز الأول سيارة وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط سلهود على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن علي بن واصل اجتبي. ننتقل إلى المركز الثاني لأسد في المركز الثاني لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. شاهين في المركز الثالث لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر مطر بن علي بن واس الاجتبي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع عالي لسمو الشيخ دياب بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر صادق فضل الأمين. ننتقل إلى المركز الخامس، وفي المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ دياب بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر صادق فضل الأمين. ننتقل إلى المركز السادس، المركز السادس ناخذ اللي في المركز السادس في هذه اللحظات الوسيل لهجن الشحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. وفي المركز السابع، المركز السابع في هذه اللحظات نشوف نشاف في المركز السابع في هذه اللحظات لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثامن، المركز الثامن هنا الظافر الظفري في المركز الثامن لهجن الرياسة بقيادة المضمر علي بن ميل الوهيبي. وفي المركز التاسع، المركز التاسع شاهين لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان بقيادة المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي. وفي المركز العاشر من الجانب الثاني يا رمياس مياس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط، وبنشوف اللي على المقدمة منذ البداية وحتى هذه اللحظات. أرى الآن أرى التسلل، ولكن هنا الأسد على مقدمة هذا الشوط لا زال مكشر عن أنيابه، لكن تدخل من عالي عالي غير وانتقل إلى المكانة العالية على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر صادق فضل الأمين. ننتقل إلى المركز الثاني، الأسد في المركز الثاني لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثالث سلهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر عبد الله بن علي بن واس الاجتبي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع نشوف اللي في المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر مطر بن علي بن واس الاجتبي. وفي المركز الخامس شاهين في المركز الخامس لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر صادق فضل الأمين. نتأخر ناخذ بقية المراكز. المركز السادس،
الوسيل في المركز السادس لهجن الشحانية بقيادة الحوت محمد بن خالد العطية، وفي المركز السابع مياس الشكل مياس العود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الثامن ضبيان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وفي المركز التاسع نشاف في المركز التاسع لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز العاشر شاهين لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي. هذه النتيجة، ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط إلى الأسد على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، لا زال مسيطر سيطرة كاملة سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، عالي في المركز الثاني لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر صادق فضل الأمين. ننتقل إلى المركز الثالث سلهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن علي بن واس الاجتبي، وفي المركز الخامس المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ ذياب بن زيد بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر صادق فضل الأمين. ننتقل إلى المركز الخامس الوسيل، وحذاري من الوسيل غادم من ميدان الشحانية للمشاركة هنا في هذا المهرجان، في مهرجان وختام المرموم 2016 غادم مع مضمر الحوت موجود في التضمير محمد بن خالد العطية، والملكية تعود لهجن الشحانية يغير من مركز إلى مركز، انتقاله خفيفة انتقاله ملموسة إلى المركز الرابع، والحوت مهدي لا زال مهدي. يا سلام يا سلام على هذا الأداء، على أداء الزمول، زمول المستقبل وفحول المستقبل. ننتقل إلى المركز السادس شاهين في المركز السادس لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر مطر بن علي بن واس الاجتبي، نشاب وصل إلى المركز السابع لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الثامن من الجانب الثاني أرد تسلل أيضا إلى المركز السابع في هذه اللحظات من قبل الحذر لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان بقيادة المضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، وفي المركز العاشر ولا التاسع مياس في المركز التاسع في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز العاشر الظفيري لهجن الرياسة الظفري في المركز العاشر لهجن الرياسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي. هذه النتيجة ونرجع إلى المقدمة إلى الأسد على المقدمة. يا سلام، لا زال مكشر عن نيابة، ها هو الأسد سيدي هذا الشوط سيد الميدان، ها هو الأسد لهجن العاصفة على مقدمة هذا الشوط بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، الوسيل واصل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات لهجن الشحانية بقيادة المضمر الحوت محمد بن خالد العطية، عالي في المركز الثالث لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر صادق فضل الأمين. ننتقل إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع سلهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر مطر بن علي بن واس الظفري، وصل إلى المركز الرابع في هذه اللحظات لهجن الرياسة باحث عن النقطة الثالثة والهاترك لهذا الشعار، شعار مؤسسة هجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. يا
سلام يا سلام على هذا الشوط. الأسد الأسد لا زال مسيطر سيطرة كاملة، سيطرة فعالة. الوسيل غادم والأسد على المقدمة. يا سلام يا الأسد، بدأ يغادر، بدأ يباعد بمقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير الاجتبي. دير بالك يا الواثق، الحوت غادم، الحوت غادم ما من همان. الحوت على ظهر الوسيل، لكن الأسد موجود، أسد الميدان، أسد الشاشة. ها هو الأسد والوسيل، المعركة طاحنة، المعركة طاحنة بين الشعار الملكي وشعار الأدعم على مقدمة هذا الشوط. لكن الأسد عنده كلام ثاني على المقدمة. ها هي إمبراطورية هجن العاصفة تنتزع شوط الزمول. تهانينا لمالك إمبراطورية هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الثاني الوسيل لهجن الشحانية بقيادة المضمر الحوت محمد بن خالد العطية. وفي المركز الثالث عالي لسمو الشيخ ذياب بن سيب بن محمد آل نهيان. المركز الرابع الظفري لهجن الرياسة. وفي المركز الخامس مياس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. هذه النتيجة والتوقيت الزمني ساعة وصول الأسد إلى خط النهاية. على فكرة قام راس وحافظ على هذا المستوى وعلى هذا الأداء حتى خط النهاية بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. قاطع مسافة 8 كيلو متر في زمن وقدرة 12 دقيقة 57 جزء واحد من الثانية. تهانينا تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. لوسيل في المركز الثاني 12 دقيقة 58 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للمضمر الحوت محمد بن خالد العطية والذي وصل في المركز الثالث. المركز الثالث عالي وصل في المركز الثالث. نشوف عالي ساعة وصوله إلى خط النهاية 13 دقيقة 6 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ ذياب بن سيب بن محمد آل نهيان. تهانينا أيضا للمضمر صادق فضل الأمين. انتهى شوط المحليات ويبدأ شوط المهجنات. الزمول العصايل على أرضية ميدان المرموم والتعليق برفعه زميلي حمد بالضبيب الشمس. شكرا للزميل سالم بسعيد بن حضيرم. هنا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان ينطلق شوط آخر في تواصل